حكى رب العالمين سبحانه وتعالى قصة موسى، قصة كليم الرحمن موسى. ولما نقول موسى كليم الرحمن لأنه كلم الله، وكلم الله موسى تكليما. حكى قصة موسى مع فرعون. طب وإيه علاقة قصة موسى وفرعون باللي احنا فيه؟ هي السورة نزلة فيه، أول سورة قسم من الله جل وعلا عليه على البعث والجزاء والحساب والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. نعم، يوم ترجف الرجف. عرفنا جواب القسم بيقول ايه؟ ان البعث والجزاء واقع. طب القضية قضية كان بيناقشهم في البعث وهم بيكذبوا بيه، بيكذبوا هذا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نقرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يوم يجيب لهم قصة سيدنا موسى مع فرعون. ليه بقى؟ لحاجتين. الحاجة الأولى إن أنتم ما تعتقدوش إن عقوبة ربنا للمكذبين أمثالكم هتكون في الآخرة، لا، ممكن تكون في الدنيا كمان. وعندكم رسالة هيطلع عليكم ناس من أتقن وأضغى منكم وأشد قوة وطغيان منكم، وربنا عمل في إيه؟ فدي رسالة لكم ان انتم ما تفتكروش ان عقوبة ربنا بعيد عنكم وانتم في الدنيا، لا. وفي نفس الوقت الرسول صلوات ربي وسلامه عليه كان يحزنه جدا، ايه يحزنه؟ تكذيب هؤلاء. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يحبكم، يحب هديكم، خليكم معه. فكان بيحزن. فينزل بقى القصص دي تقوم تعمل ايه في المؤمنين؟ تطمنهم وتسلي النبي صلى الله عليه وسلم عما كان بيعامل ناس اخلاقهم جبليه، اخلاق جبليه. يعني ما انت لو جبل سمعك هو يسمعك، ناس ما بتسمعش. ابو جهل ولا ابو لهب ولا اميه بن خلف صناديد للكفر. هل اتاك حديث موسى؟ وأنه يخاطب الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، هل أتاك حديث موسى؟ جاءك حديث موسى؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قبل ذلك. فهنا رب العالمين بيقرره بكده، جاءك حديث موسى. بس هنا فيه استفهام جميل وسهل ولين، وفيه لين وملطفة بين الله جل وعلا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى عليه عليه الصلاة والسلام. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أي واذكر إذ ناداه، نداء ينادى بصوت. سمع موسى الوادي المقدس طوى، ده اللي هو اسم طوى. في جمهور المفسرين يقول طوى هنا هو اسم الوادي اللي كان فيه سيدنا موسى عند جبل ايه؟ عند جبل الطور. اذهب الى فرعون انه طغى. طغى يعني ايه؟ يعني تعدى الحد. طب لما يكون واحد تعدى الحدود كلها ربنا يعمل فيه ايه؟ هو مش ربنا كان قادر من غير رسالة موسى ولا حاجة ان فرعون ده ياخده ربنا عز وجل يخسف بيه زي ما خسف بقارون فخسفنا به وبداره الأرض، ولا يرسل له صاعقة من السماء، ولا يرسل له الزبانية تتخطفه عضوا عضوا؟ لا، لازم ربنا يقيم عليه حجته ويديله فرصة كاملة. فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. الله أكبر. أنت متخيل مثلا إذا ابن فرعون طغى يعني يروح خد شيل رقبته؟ يعني أول لما تشوفه كده، أول لما تشوف فرعون ده روح واخد رقبته؟ ها؟ ولا قال له إيه؟ فقل هل لك إلى أن تزكى؟ في سورة طه بيقول له إيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. خلي بالك ربنا بيعلم هنا، بيعلم المؤمنين ويعلم الدعاء، يعلمهم أدب الدعوة. إن أنت وأنت بتدعو الناس ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وانت اللي انت بتدعيه ده مش هيكون اشد من فرعون. وربنا قال فرعون فقول له قولا لينا فقل هل لك الى ان تزكى. ممكن اعرض عليك حاجه معنى كده فقل هل لك؟ يعني اعرض عليك، هل لك الى ان تزكى؟ هل انت ممكن ادلك على اشياء تزكي بيها نفسك وتطهر نفسك واهديك الى ربك فتخشى، وحدلك على طريق ربك اللي انت ضليته واعتقدت ان انت الرب وهو الاله. طب هو فرعون فعلا كان بيعتقد كده؟ كان هو فعلا بينه وبين نفسه كان هو فعلا عارف انه رب، ولا هو كان كذاب ونصاب؟ لكن كان كذابا.
لأن موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت عارف الكلام ده. وأهديك إلى ربك فتخشى، هدلك على طريق ربك فتخشى. يبقى الأول هداية أهديك، يعني أدلك على الطريق. طب ليه بعد الهداية هيخشى؟ لأن الإنسان الجاهل اللي بعيد عن رب العالمين ما يعرفش رب العالمين، ولا يعرف عظمته ولا يعرف جلاله، ولذلك بيتجرأ على إيه؟ على المعاصي وبيعمل. لكن لما يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وجلال الله ما يقدرش، بيخشى. لذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش كده؟ ليس كذلك؟ بلى. وأهديك إلى ربك فتخشى. العرض ده عمل إيه مع فرعون؟ ده موسى عليه السلام عرض عليه الإيمان، فرعون ما كفوش العرض ده، طلب بينه، مع أن موسى عليه السلام قال حقيق على ألا أقول على الله إلا حق، أنا أقول لك حق علي إن أنا ما أكذبش في كلمة عن الله، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها. هنا فأراه الآية الكبرى. طيب إيه الآية الكبرى؟ العصا. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما أو أراه الآية. عصا بقت حية، حية إيه؟ مش من نوع حياة الناس. فإذا هي ثعبان مبين، يعني ثعبان عظيم وبيجي بسرعة زي الحية الصغيرة، وده ملوش مثيل في دنيا الناس. كل لما يكون الثعبان كبير بيعمل إيه؟ بيمشي ببطء. لكن اللي هنا العصا هنا كان ثعبان عظيم وبيجي بسرعة مذهلة خوفهم كلهم. فأراه الآية الكبرى. وكمان يده موسى عليه السلام كان أسمر، نعم، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بقت بيضاء. عمل إيه؟ كان عنده لحظة، عارفين لحظة فارقة؟ فرعون كان عنده لحظة يؤمن بالله، وكان بقى صاحب سيدنا موسى كفر بالله فكذب وعصى. كذب سيدنا موسى في الآيات وهو شايف حاجات قدامه ملهاش مثيل، وعصى أوامر الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام. ومش عصى بس، ثم أدبر يسعى. ثم دي معناها في تراخي حصل، في أحداث حصلت. الأحداث اللي حصلت إنه هو جمع الناس واستشار الملأ، فابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أحداث حصلت، وبعدين لما تهزم كل هؤلاء، وبعدين ربنا كمان سلط عليه آيات أخرى، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع الموجب ورجز طاعون نزل عليهم، مفيش فايدة. بعد كل ده ثم أدبر يسعى، جري وعارض وكفر بالله سبحانه وتعالى وعاند، فحشر فنادى. بعد كل اللي شافه ده كله فحشر فنادى، قال ايه؟ فقال انا ربكم الاعلى. فكذب فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. وربنا ما فصلش هنا في عقوبته عمل في ايه، لان ربنا لان القرآن القصص موسى وفرعون في ايات كثيرة جدا، وكل موطن في عبرة وفي آية. التعقيب الاخير ان في ذلك العبرة لمين؟ عبرة، احتبار واهتداء ونظر لمن يخشى.